بالشخ للمواقع، يعني بعض الناس يقول مثلا أفريقيا لا يحتاج إلى هذه الوسائل، وسائل التواصل وكذا، مع أن الشيخ الآن العالم كله والله أظن العالم معنا. الآن كلها أصبح يعني أصبحت هذه وسيلة يعني عند الناس جميعا، يعني إلا في قرى ليس فيها كهرباء ممكن. لكن ممكن أنك تصل إلى الداعية مثلا، تحث الداعية تعلم وترسل له بعض يعني ما يستجد مثلا من كتب من مناشط من كذا. وهي وسيلة من وسائل، يعني سبحان الله كان فيها أخ كان نصراني وأسلم، درس إلى الماجستير في النصرانية من غانا، والتقيته في توغو، وسبحان الله أسلم وطرد من بيته، أبوه من كبار النصارى، يعني أبوه وأمه من كبار النصارى، فلما أسلم طرده، ورأيته يعني أول ما رأيته هناك ما عليه إلا ثوب، حتى ملابس داخلية ما عليه، يعني جاء ما يعني سبحان الله، لكن كان ما عند الله خير. المهم يعني سبحان الله قبل في الجامعة الإسلامية ما شاء الله، مجتهد جدا في الدعوة، مجتهد جدا، يعني يرى أنه واجب عليه أنه يعني نحو النصارى أن يدخلهم كلهم في الإسلام، نحو قومي نعم خاصة، يعني سبحان الله في كل يعني في كل يعني كل الدول المجاورة يعني يروح، وسبحان الله الناس يطلبونه بالاسم ما شاء الله، هي يسمعون عنه. فيمكن هنا في الجامعة قال لي أنا أبغى لابتوب التاب هذا حتى أدعو النصارى، أدعو من هنا إيه من هنا يعني. والله كلمت واحد وأعطاه وجاب له نت يعني استخدموه، كلمني هو أو أعطيته الجهاز هذا أول حج، أول شهر الحج، نعم نهاية شهر الحج أسلم على يده 20 قسيس، سبحان الله، أي والله 20 قسيس ما شاء الله. رجل مجتهد، يعني حتى لما كانت الإجازة الصيف إجازة نصف السنة، يعني قال لنا عندي جولة إذا تسمحوا لي عندك أحد يدعمني، فشفت له أحد يعني أعطاه التذاكر وأعطاه يعني حول 10,000 ريال يعني، فأسلم عليه في هذه الإجازة نحو 2000 شخص. ما شاء الله، الله يبارك. رجل سبحان الله نشيط نشيط جدا. أنا أظن الشيخ حتى على قطع كلامك كان فيها برنامج هو مدري والله في المجد أو شيء. نعم. التقى مع أسلم حديثا وكذا. نعم. كان من هو؟ منهم. جابوه إياه. يا شيخ هؤلاء عندما يسلموا مثل هذا ويتكلم عن الإسلام مع قومه يكون يعني كلام يعني أوقع من القلب، أيوة أوقع أيوة. هو يعرف من أين تؤكل الكتف، أيوة. دارس هو في أشياء يعني كل النصارى يعرفونها أشياء مشكلة ما تدخل العقد، يعني حتى المترجم أحيانا يعني ما يتكلم بنفس الحرارة اللي يتكلم بها الداعية، وبعض المترجمين يتكلم بحرارة بحرقة، صحيح. ممكن يتكلم أحسن من الداعية، صحيح. أحيانا أي نعم، فلا بد ايضا اختيار المترجم ترى له دور ان شاء الله، هذا حسب التيسير، مرة ترجمنا واحد سكران الله المستعان، يعني منطقة ايوه الله المستعان في كينيا، والحمد لله ما سكران، يعني لو كان صاحي ما كان ما كان ترجم ما ترجم بالحماس هذا ترجم بالحماس الله المستعان كان طبعا لغتهم في كينيا السواحلية، فروحنا منطقة ما يعرفون السواحلية لكن يعرفون شيء آخر، وهذا الأخ اللي عندنا يعرف، لا لقينا واحد يعرف السواحلية وطبعا لغته يعرفها، اي نعم لغتهم، لكن يوم جاء يتكلم والله صالح كان معي قال له والله في ريحة مرة غريبة وقال زي ريحة الويسكي هذا زي ريحة العطور الله المستعان ايوه. فالمهم كانت واحدة جالسة صغيرة بنت يعني، ولا أمها تناديها نعم. وهي ما راضية تروح، فجاءت أمها وسحبتها، وهو يقوم عليه هذا السكران ويسب فيها وليش تروحين اجلس يكملي تعال تجي فقلت له أنا صاحي كم سبحان الله